والله يعني جينا لهون مشان ما نشوف الرعب، وكمان يعني بيتنا تدمر كله، ويعني كل يوم كنا بنشوف ميتين على الأرض. الثورة السورية بدأت من وقت كتبوا مجموعة من الأطفال بمدينة درعا أنه شعارات ضد النظام، يسقط نظام البعث، يسقط نظام البعث. هذا الشيء أدى إلى قيام الأمن باعتقال هؤلاء الأطفال. بعدين إجا طلع مظاهرة ضد الأمن أنه مشان يفرجوا عن هذول الأطفال. وقت طلع مظاهرة طلع الجيش أنه بلش بقتل المتظاهرين، مما أدى إلى انتشار هالخبر جميع المحافظات، مما أدى اشتعال الثورة بكل المحافظات بسوريا أغلبيتها تقريبا. صار بدأ الانشقاقات ضمن هذا الجيش النظامي، بلش الانشقاقات بكثرة يعني من كل المحافظات، قام كون جيش اسمه جيش الحر. ساكنين بمنطقة دروشة، منطقة خان الشيح بدمشق. يعني الأكل ما كان فيه كما كان موجود، دكاكين بتكون مسكرة، الخبز ما كان موجود. يعني نكون نحن محاصرين كنا بنشتغل بمزرعة، يعني بنضل جوات المزرعة ما فينا نطلع. أولادنا لما بيروحوا على المدرسة بيعلقون هني، يعني هم من خوفنا على أولادنا، خوفنا على حالنا. يعني مرات بننقطع من الصبح للمساء ما بنشوف الأولاد، بنكون قاعدين على أعصابنا، بيصير في اشتباكات، في قصف. قال إنه مسلحين هاجمين علينا، هن يقولوا للشعب مسلحين، صاروا يرشوا عشوائي، طلقات يرشوا عشوائي، صار ضرب وقصف وهيك. أم بعدين جيت على الرصد على شو اسمه معرض النعمان بإدلب. جيت عليها ضليت فيها شي 6 شهور، عم واخر شي قلت بدي اهرب، ما في مجال. قلت هالمشاكل يعني قلت ما ماني فيها، بدي اهرب. اخر شي بدي اهرب الساعه 4 الصبح صار هجموا علينا الجيش الحر، هجموا علينا. قلت بدي انشق منهم، بدي اهرب، بدي فوت بيناتهم وبدي ياخذوني خالص، بدي اهرب من الجيش النظامي. أم أنا بدي أهرب، الجيش النظامي يضربوني، كان هن تحتي، صار اشتباك، صار هو ضربني، واحد كان مخبي حاله تحت الحجر وضربني، هو صوبني. أنا جيت خصوصاً مشان ابني بدي أعالجه، وطالعوا لبرا لأوروبا أو لأي بلد بيعالجوا. إذا عالج طلع ابني لبرا ونعالجه فورا، أنا بدي أرجع على بلدي. هاي الفرق بين هناك وهون، يعني في فرق كثير. هون مثل هلا الصيف الحر، يعني في كثير حر. سوريا معتاد الجو رائع يعني، وكمان يعني الأصدقاء هون مو مثل سوريا، يعني هون باللغة كمان ما بنفهم منه كتير. والله خفت يعني، وين لما جيت لهون أنا خفت يعني، وصرت أبكي على سوريا. يعني قلت يعني إذا هلأ جيت لهذا البلد ما عاد شوف سوريا مرة تانية. يا ريت يعني سوريا ترجع مثل ما كانت. لو رجعت أكيد كلنا رح نرجع على وطننا، يعني ما في أحلى من أحلى إلنا من الوطن، ما في أحلى منه.